إذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام على قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف الأستاذ ولي موسى مدرب فريق ميلان. كابتن ولي، في البداية نمسي عليك على قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأتشرف أني أخوض معكم تجربة جديدة مع خالد بازيدان. كابتن ولي، ميلان انتظر الفائز من هذه المباراة، الحرمين فاز في هذه المباراة الجمعة، مباراة كبيرة بين الحرمين وفريق ميلان. كيف رأيت المباراة أولا التي جمعت بين الحرمين والنجم الساحلي؟ والله طبعا أول شيء أنا بقول لك حاجة، طبعا أنا أحترس لأي فريق في الدورة هنا، إن كان الحرمين أو النجم الساحلي أو أي فريق. والمباراة طبعا كانت جميلة بمجملها، يعني الشوطين وحتى بتكافؤ الفرص للفريقين، وأتمنى أنها تكون مباراة جميلة جدا مع حقين الحرمين يوم الجمعة إن شاء الله يا رب. كونك أحد المتابعين أيضا كابتن ولي موسى في هذه البطولة، مباراة دوري 16 ببداية من مباريات الأمس، شاهدنا مباراة كبيرة اليوم، أيضا لقاءات كبيرة، كيف كانت مباريات دوري 16 من هذه البطولة؟ والله طبعا دوري 16 طبعا كانت اللقمة البداية من عندي، طبعا أنا ما أقدر أغيم لك المباراة الثانية ما شفتها، بس أتمنى نحن أن كل المباراة تكون بريتم قوي. طبعا أي مباراة حتكون دوري 16 أول فريق حيلعب حتكون المباراة نوعا ما بتخوف، وكل واحد يحاول أنه يكسب المباراة بالطريقة اللي بيشوفها. أخيرا كابتن ولي موسى، ميلان كان بطلا للبطولة العاشرة، غاب عن الحادي عشر الثانية عشر، والله أنا أتمنى أن أظفر بالبطولة هذه. طبعا جاتني إغراءات بيقولوا أن الكاس جاي من ألمانيا، طبعا أتمنى أني بشيلها، وأول ناس طبعا بحملها خلي أبو عمة هذا بيشيلها معايا، أتمنى ذلك. كابتن ولي موسى، شاكرين لك على هذا الاستضافة الرائعة. أسلمكم، مشكورين جداً.